كرة وتأتي بمثل هو أعرض عليك إذا فعلت عظيمه. يا عموما كلهم كده، أنا مش خليني مني كلهم كده، أنا ما بعرف أي. أنا بعرف دكتور خليل بس. في زول يوم قال دكتور خليل ده زغاوي، ما قلنا. أنا ذاتي أنا بشوف أنا زيين زيك، بس أنا بعرف أنت بلاك بس، لا بعترف بقبائل ولا بعرف قبائل ولا زفت، أنا بعرفك أنت بلاك بس، بشر الله خلقك بس أنت زولي. دكتور خليل، دكتور جونجران، عبد العزيز، بس ما بعرف اي زول ثاني. الناس وطنيين، ناس كده يعني. حتى ذات عبد العزيز هيلو ده اخر واحد، اول قرن وثاني طوالي دكتور خليل، خد النظر يكون كوز جركان طشت وحد الناس الجد. الناس جد لما مات بكوا، هسه لك دينك عبد الواحد ده مات الا كان امه تبكي له ولا كان حي يعني. خلونا يا ناس، يا ناس ما تزايدوا علينا. لا لا هنا حركات تحرريه، حررت شنو؟ هسي لو ابوك راجل يحديك نياله، هسي ده هسي خلينا بلا جنينه بلا فاجر، ذاك نياله. انت مش هنايا، ابوك راجل ذاك احمي نياله. خلينا من الجيش، الدوله سقطت زمان يا زولي تحت. انت عارف برنامجه اللي بيجي بيعمل لنا طقه كثير باسم الحركات، من الحركات ده وما بقبلوا كلامنا. ده انت عارف نفس برنامجهم، الزول اللي بيجي بيمين عليك، تعرف الزول اللي بيجي بيمين عليك يعني مثلا يقوم انت قاعد في ايطاليا، اضرب لكم مثلا لانه بقرب المسائل، تدق له تليفون وهو قاعد في فرنسا واموره طيبه، تقول له اسمع يا اخي والله الدخول بقى صعب ورسل لي 100 يورو، قالوا الدخول ب 100 يورو، فيديك 100 يورو يحولها لك، بعدك لما تجي هنا يقول لك لو ما انا كان انت ما دخلت، اديك تاني مثلا. ده الحركات المسلحه بيمنوا علينا كده، تقول هم ماتوا تمام؟ من الرحمة والمغفرة للشهداء وعجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين. بس انت هيدا ما تتكلم، انت ذاتك جيت ركبت التاتشرات زيك وزي اي زور ركب التاتشر، والناس اللي قاعدين في الوطن ما راكبين التاتشرات شايلين سلاح برضه بحمو، اي زور قاعد يحمي، ما في زور بيزايد على زور. فرعون لما طرد لنبينا موسى وبعد فات، ناس بيقولوا النبي شعيب والناس بيقولوا يا اخي الشيخ ناي شعيب، لما فات ليه ويتزوج البنيه وجا راجع، لما جاء لفرعون قال له يا اخي فرعون، القصه طويله بس اقطعها لكم سريع، داير اجيب لكم الناس اللي بجي بيمنوا علينا ونحن انت منو؟ قال يا اخي، قال له يا موسى انت موسى؟ قال انا موسى. قال الم نربك فينا وليدا، ما ربيناك انت جانا صغير ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت، تتذكر كتبت القبطي وجريت مشيت مننا؟ قال فعلتها وانا كنت من الظالمين وفررت منكم لما خفتكم وهب لي ربي حكمه وتلك نعمتك الذي تمنى علي يا فرعون ان استعبدت بني اسرائيل. نفسر لكم بالراحه كده باقل من دقيقه. موسى لما جاء راجع فرعون قال له انت موسى؟ قال انا موسى. قال له احنا ما ربيناك جانا صغير، انت كنت معنا هنا واكلناك وشربناك. قال له انت داير توريني ان انت اكلتني 10 سنوات في بيت في بيت في بيتك انت، وانا قبيلتي كامله وعشيرتي بني اسرائيل دي انت استعبدتهم وشغالين لك بدون قروش؟ ده ما معناته الكلام، عشان الناس اللي بيجي بتفلسفوا لكم في قناه الجزيره دي ما بتفهموا كلامهم، في ناس بسطاء، فانا لو قلت كلمه طوالي بفكك عليكم. قال انت موسى؟ قال انا موسى. قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت، تتذكر كتبت القبطي؟ قال فعلتها وانا كنت من الظالمين وفررت منكم لما خفتكم وهب لي ربي حكما وتلك نعمتك الذي تمنى علي يا فرعون انا استعبدت بني اسرائيل. انت دار تمن علي ان احنا وحركات وجبنا لكم واكلتم، جبت شنو انت يا دول؟ احنا ما محتاجين لاكل ولا محتاجين لشراب، نحن محتاجين لذخيره، محتاجين للسلاح، محتاجين سلاح ده تاكل باللي معانا، تعلينا الليله ده جيب لنا 100 طاطشه، قول لنا يا جماعه دي 100 طاطشه وكمان ركبنا معاك ودقينا باللي حسي للجنجويد نجيب لك ذات الفقر. انت لو جبت لنا 100 ولا 200 طاطشه انت ذاتك ما بتقعد يا مني ولا عبد الواحد يقدر يقعد، لانه نحن ناس دبس ما خلاص الدنيا كلها ولا صح، نظامنا دبس والله، ما في حاجه اسمه اتفاق مع جنجويد ولا نقعد دبس باللي نجيب لك الفقر ذاته، ما ترينا الكلام ده. عشان كده بمشي بطبطب للجنجويد اسمعني يا جنجويد، هاي بتاع تليفوناته ماشيه امورهم طيبه، اسمعني والله يا اخي انت امشي بهذا انا بجاي ابو
نحن بنلعب مع الجنجويد بلوتيكا وشغالين فيه حرب استنزاف، وشغالين الجنجويد دفرناه يموت هو وحرب الوكاله. وجاياك جاياك انت. وفي النهايه الخلاصه الحركات المسلحه بجو لو ما قال، لانه لو دمجوا بعد الاصلاح بتاع المؤسسه، لو دمجوا قواتهم في قوات الشعب المسلح، لو دمجوا واحدين جزء منهم صرفوهم. طبعا لما انقرن جاء، لما دمجوا جيشه في قوات الشعب المسلح، مش دمجوهم، كان في اتفاقيه بين قرن وبين البشير ان يكون في تسريح بين القوتين 11000، كل زول يسرح 11000 جندي. دير سرحوا من الجيش، لفوا باللفه البغادر رجعوهم، لكن جون قرن كان سرح بحق وحقيقي. جون قرن سلم الاسرى والبشير قتل الاسرى، ما لقوا ولا اسير واحد. انت داير تمنى لي انا عن هنا تتذكروا قله ادب كده طبعا. تتذكر انا اديتكم شوال ايش في الخريف؟ لو ما كان انا اديتكم انتوا متوا. شفت قله ادب دي؟ انت ذاتك قال لك حركه اتكلم باسمنا منو انت؟ انت لو ما اسمنا نحن انت بتكون حركه كيف ذاتك؟ حركه ده تسويه في بيتكم هناك، ولا مش تتكلم في بيتكم انت؟ ما در انت ما شوف نحن نتكلم فوقك ونشغلك ولا لكيفك يا اخي. انا والله بحرمه لي ما تتكلم باسمنا، حرمانك هاي خلاص زيك وزي اي مليشة. اقعد في بيتكم في اكريدارك في حاكورتك جوت هناك، ما تجي تتكلم باسمنا وما نوجهك يا اخي. انا والله ما نحن المال ده جبنا برانا، ونحن حسي دق جنجويد سلاح راقد عنده. خلونا يا زول هتطول لنا اللي شعبكم ساكت. حركات حركات امبرياشيه وانبطاحيه ومصلحجيه. هتقول لي حركه حركه بتاعت شنو؟ حركه انا مواطن تحميني غصبا عنك. ما عجبك عجبك عجبك، ما عجبك انزل امشي. ما قدرت انزل امشي احمي بيتكم هناك. غالي غالي اتكلم باسم بيتكم هناك، لا انت العبد الواحد، لا مني العبد الواحد. اتكلم باسم بيوتكم هناك. غالي غالي ما تتكلم باسم قبائلكم ذات. دخلتوا القبائل في تهلك وحلقتم عليك والصراعات ذات. وصلنا النار ده، وصلنا وصل الماء عنده فيه ايد ذات. علاقتنا شنو نحن بصراعاتكم الوهميه السجميه دي؟ دخلتونا كلنا معاكم بقينا ذات. والله ما جانين ما عارفين نقول شنو ذات. الواحد يقول كلمة ذاته يطلع من اللايف ذاته يقول أنا الكلمة دي قلتها ليه. حسبت لنا حاجات ذاته ما كان من المفترض يتحسب علينا. نحن ضد الجنجويد وضد دولة 56 دي. دولة 56 دي الجنجويد بعرفوا لها شنو. رأيك شنو في كلام الانصرافي عن الكباشي؟ والله يا حبوب أول حاجة الانصرافي ده منو؟ انصرافي ده كوس، وود الكوس، وابو كوس، جد كوس، وحبوبته كوس. انا شغال مايت في الحركات، ما في زول يجي يطول لسانه. حامد ود الفلاته دي رساله ليك عبر الفيسبوك. انت عملت مبادره بتاعت نحن كابناء اقليم مستقلين دايرين نشيل سلاح نحمي ارضنا وارضنا ونيال الان محاصره، ما تدخل اي بتاعت حركه. الليلة الآن المستقلين بقوا 70% وال 30% دول شلتوا طوالي، شلتوا دول أبوك ذاته شلتوا. ما قادر تشتغل شغل زي ده يا حامد عليك الله، ما تطمن بطننا. وأنا ده عامل لك إلقاء بتاع المتابعة في الـ في الـ في هنا. أنا لأنه كلامي برد وبران زاي وكلامي ممر وما في زول بيتحمله. خلونا عليك الله يا زول. هوي شوف، لا أنا دخلت للجنجويد في صفحتهم بتاع التيك توك، قعدت تمام حاجه بتاع ساعتين يمكن سجلوا كلامي ذاته. امس قلت لكم بوجاله، داير اكرر لكم النقطه دي مهمه جدا. قلت لهم شوفوا يا جنجويد، كونوا انتوا تنتصروا ده مستحيل من المستحيلات السبعه، وكونكم انتوا تحكموا بلد ده انتوا جزء من الصراع لا يمكن. انتوا الاثنين بالقوات المسلحه انتوا مجرمين. انا داير اديكم حلول. عندكم ضباط من كردفان دي تابعين للقوات المسلحه انضموا معاكم، وكانوا تابعين لحياه العمليات انضموا معاكم. انكم ضباط عديد من اولادكم من نياله من الضئيل من وين من زفت الطين من المهم ديلك شيلوهم، القوا حاجه اسمه دعم سري، ملصوا الكاكيكم بتاع الدعم السري ده ملصوه. بعد ذاك انتوا تعالوا اتفقوا مع الجنرالات بتاع الجيش الصغار الضباط الصغار الضباط والضباط المفصولين بتاع السوفيات، والبسوا الكاكي بتاع الجيش، قولوا نحن لا تابعين لدعم سري ولا اننا شغله. اعلنا نحن كضباط مستقلين بره من حاجه اسمها دعم سري، وده
تعالوا يا المدنيين بنحميكم نحن المستقلين منكم بدون احزاب، شكلوا حكومه قوميه وطنيه. واي زول مننا نحن مجرم حاسبه، حتى ممكن تنجو من الناس ده وقبائلكم تنجو، لانه الدور الجاي جاياكم في قبائلكم انتوا. وانا كونه يدقوكم انتوا كقبائل، في زول مفهومه ضيق بقول احمد خليه يدقون قبائلهم زي ما دقونا نحن مشينا مع عسكرات نزوه الهجوم. لا لا ما كويس، لانه لو دقوا قبائلهم بمشوا تاني دوله بقعد 20 سنه تاني، كيزان بمشي لهم هناك بسلهم تاني بدقوا اجيالنا. نحن ما بنتكلم على نفسنا، نحن بكره ميتين، نتكلم على الاجيال الجايه لانه محسوب علينا. فكر بام اخواسي، انا كلمتهم كده قلت لهم سووا كده شويه كده تمرقوا من اللغط اللي انتوا فوقه ده. لكن كونك انت جزء من الصراع وتيجي تقول لهم انا جايب لكم الديمقراطيه، ويجوك 10 كتاكيت و10 غنم وجدار، وتجي تطلع في فيديو تقول ان احنا مع المواطن، انت خشيت في بيت المواطن، انت اغتصبت المواطن، انت طلعت ميتين ابو المواطن، انت كنت مواطن، جندوك انتوا على اساس اثني وقبلي، انتوا القتله، انتوا المجرمين، انتوا انت مجرم يا صوت. انت ما بتطلع من الموضوع ده الا الكلام اللي حسي قلته لك ده، وما اقدر اكرره، اقطع وشيله وحطه في جيبك عشان ما تكون ضحيه زي انا، واطلع من الوهم واللقط والافن اللي انتوا فوق ده. خلونا من ام جرس ولا ام بتيخه اللي قاعد يدعمكم ده، سيب فكك مني يا شفتوا الفيديو كلكم انت بتاع العربات اللي بتجي ام جرس، حتى وليد ادم ما يدب يهودا يتكلم فوق، الدكتور وليد ادم ما يدب ونجيبه هنا. ما تقدروا تزايدوا لنا يا زول في الموضوع علينا، ما انت منو يا زول؟ انت جنجويت يا زول، انت قعدت مع جنجويت معناته جنجويت يا زول، انت اثرت ظهر البشير يا زول. انت اذكى من انه يستخدمونا ناس ياسر حرمان وناس خالد سليك ومريم الصادق وكذا، انت رجل داهيه هو اللي وظفهم في الحقيقه، اللي يعني طموحه الشخصي اللي هو مربوط بالطموح الامارات، والامارات طبعا بتتلقى توجيهات من إسرائيل. فالمشروع ده طبعا يعني مشروع القصد منه تستابيلايز، يعني يقضي على رأس المال الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي، وحتى رأس المال العسكري. يعني الليلة الاقتتال الحاصل ده، إذا الجيش ضعف حيقولوا لتركيا ومصر ادعموه، اذا الدعم السريع ضعف حيقولوا للامارات ادعميه، وزي ما هي حاسه بتدعم فيه عبر المطار بتاع عم جريس ده، بتاع تشاد بتاع عم جريس ده. فهم يعني بس النقطه دي بس، ده هو دكتور اسمه الدكتور وليد ادم مايديب بهوزات ورزيقي، تمام؟ الحكيم بيتكلم، قابل عبد الواحد هنا ذات وقعد معاه وعمل معاه جلسه كان في باريس زمان القعد هنا. ف ده يا اخواننا تشات يا اختي بلادي، وانا ليه يوم الدين اقول تشات يا اختي بلادي، لانه لا يمكن انا انسى الشيء الجميل اللي عملوا لي التشاتيين في النازحين واللاجئين 20 سنه ولا 23 سنه. لكن زي ما قالوا اهلنا في كردفان، تلبلبكن اللحمه في لب العيش كاكادا بيجيب لكم وراه مع الضباط. ركز، تلبلبكن اللحمه في لب العيش كاكا بيجيب لكم وراه مع الضباط. ليه؟ لانه الاماراتيين ديل ما يغشوا، والمطار انكشف، والناس شدت تتكلم فوقه، والدعم بيدعم الجنجويت عبر الامارات، والامارات ماشي بتعليمات اسرائيل، معروف المخطط. وده بيجيب لكم فقر ذاته، حتى اخواننا التشادين ذاته. يعني التشاد هسه دوله امنه مطمئنه، رغم انه الخدمات ما في، مويه ما في، بيه الكلام ده. انتوا افضل، انتوا افضل مننا بمليون مره، انتوا احسن مننا، لان عندكم الامن والامان واي شيء. ما زينا نحن، انتوا ما قاعدين في معسكرات نزوح الهجوم. انتوا ما يعني بلدكم بارد، الحمد لله ان شاء الله تاكلوا من الخضره. ان شاء الله تاكلوا، شفت بيكدن كان لخايد الغيابه. افضل مننا. ان شاء الله ما يجيكم تكنولوجيا ذاته، اقعدوا كده انتوا احسن. لكن شفت زوركم ده، ها؟ تلبلبكم اللحمه في لب بلاش كده بيجيبوا لكم نار مع الضباط، انتبهوا جدا، خلوا يشاركوا. وما درنا تشاد ينفجر هنا نهائي، ما برد له انا تشاد ده حاجه كاب نهائي.
عشان الموضوع يا جماعه، عشان الشغله ما يكون بتاعت مزايدات وبتاع، انت ما تنسى تاريخك وبعد ذلك تجي يعني تجي هناي. هو ده الازمه، الازمه ذاتي. انت لما تجي تتكلم في الازمه دي، الازمه الحقيقيه، والازمه دي ما بينتهي. عشان كده انا مديت يدي في السودان الكبير، وانا بكرر هسي طبعا جزء من الشمالين قاعدين معي في اللاين لكن زعلانين مني.